الخلافات، في الخلافات العائلية ما فما حتى حل لحل أي إشكال عائلي إلا بالحوار. البعض يختار الهروب، لكن الليلة في برنامج عندي ما نقول لك خو اختار أنه يحل المشكلة مع أخته بالحوار. في برنامج عندي ما نقول لك، في هذا السياق نستقبله مع بعضنا مانع. هاي سي مانع، أهلا بك. مرحبا بك. أهلا بك مانع. مرحبا، تفضل تفضل. مرحبا بك مانع في برنامج عندي ما نقول لك. قداش عمرك سيدي؟ زيدك شوية. قداش عمرك مانع؟ برسك 25. 25 سنة. منين جيتنا؟ بني خليت. من بني خليت؟ حتى نتعرف على حكايتك أكثر مباشرة تشاهد معايا هذا التقرير. طب ما يلزك على المر كان اللي أمر منه. هذه حكاية مانع اللي بسبب خوفه على أخواته البنات كان ديما يضرب فيهم ويعاملهم بقسوة، ووصل حتى أنه يبطلهم من القراية. مانع يقول اللي الوسط اللي تربى فيه خلاه يتصرف هكا، وما حس بالغلطة متاعه كان كي تعرضت أخته عبير لعملية اغتصاب. الصدمة كانت قوية على عبير، الشيء اللي خلاها تهرب من الدار وتكون ضحية لعملية اغتصاب ثانية. حس مانع بالوجيعة على أخته، وعرف إنه قسوته عليها هي اللي خلتها تهرب من الدار وتفرق شمل العائلة. والليلة جا مانع لعندي ما نقولك يلوج على أخته عبير اللي هربت من الدار، يحب يطلب منها السماح وإنها تنسى الماضي وترجع تعيش معاها تحت سقف واحد. أيوة سي مانع، الحكاية من الأول كيفاش بدأت؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا عندي ثلاثة بنات، خاطر عندي علي شوية في صوتك. أنا عندي ثلاثة بنات، أخواتي ما عنديش أخوات أولاد. فمت عندي صغيرة ذي بكل معتها هي اللي طايشة شوية، أنا كبست عليها. قداش عمرها سمعت؟ كانت هذه تو حاليا 18-19 كيكا تو حاليا. وانت قداش عمرك؟ 25 كيكا. 25 تفضل. كانت صغيرة معنا، نحس فهم كانت عادية معنا في الدار ومعنا تسهر وفهمني، كانت عائلة كما نقولوا فيها متلمين مع بعضنا فهمني. ديما نخاف عليها، يعني واحد من الناس ديما ننصح فيها رد بالك، وراهم ولاد سوء معنا برشا، ورد بالك على شوقتي ديما ننصح فيها. حسيت له لا محمد صلى، يعني مشيت قدمت روحي في الجيش، عم بالي باش نعمل انجاجمون، باش نعمل انجاجي ونخدم على روحي منها شهريا. يعني فالحه في قرايتها هي كانت ولا مش؟ لا بطلناها ابتدائي احنا سيزيام هكاك. حسيت انتم بطلتوها؟ اني يعني بطلت. علاش بطلت؟ بطلناها خاطر كيفاش عليك وقتها بدات ظروف برشا، معناها ظروف ما تسمحش في الدار بصفه عام، حمل باش نخرجها تخدم معنا مع اخواتي فهمت البنات يعاونونا فهمني. ومن خرجتها تخدم فيش؟ حطينا في معمل قبل فهمني دقله وخدمه. قداش عمرها قلت لي حطيتوها في معمل؟ 15-14 سنة. هكاك ما عندوش حق المعمل يخدم اطفال قصر؟ فما معمل تاع واحد فرع حالين وبحدنا يخدم فهمني، يخدم في الصغار فما لي معمل طريقه غير قانونيه بالطبيعه. انا هكاك ما عرفتش في بالك. حسيت احنا نخدموا فيها هكاك، ومن بعد نحس فيها ما عادش تحب تخدم فما خلينا في الدار. خمم تاني باش نمشي للجيش، قلت لهم قلت لها ياما نمشي للجيش من هاني شهريه ونعمل على روحي، ومعناها بحكم اللي انا احنا ظروفنا معناها زوا ولا كل شيء، من هاني شهريه مسمار في حيط ونخدم ونعمل انجاجمون فهمني ونخدم. حسي مشيت قدمت روحي مرتين ما قبلونيش، قالوا لي لما نبعثوا لك ثالث مره قبلوني. مشيت كي تقبلت في الجيش مشيت باش نخدم على اساس باش نقدم مطلب ونخدم على روحي، معناها نعدي عام ونقدم مطلب وجنود متطوع. في الثلاث اشهر الاولانيين في التدريب اني ما روحتش، ما هو التدريب هذاك ما روحتش. ما صارت الحكايه وما في باليش بها. الحكايه نتاع اختي اللي اغتصاب ما في باليش بها. ما في بالي ما في باليش. معناها قصدي الحكايه صارت لها واحد عدى عليها، معناها خرج معك كنت محبوس كابس عليها هاني فهمني، تخاف مني كانت. استناني استناني، هي قداش عمرها وقت اللي وقع اغتصاب؟ هي كيف في الخمس سنين. في الخمسة عشر سنه، ايش صار بالضبط؟ بالضبط انا من وقتها في الجيش كنت كابس عليها، كانت تطلعش من الدار معناها حتى تطلع تمشي معايا ولا مع امي وتخاف مني. كان علينا كابس عليها ولا مش كابس عليها؟ شنو اللي صار لها بالضبط؟ مشيت مع واحد. هي ماشيه في الشارع؟ هي مشيت مع واحد، هي مصاحبه واحد. مصاحبه واحد؟ هي مصاحبه واحد فهمني، والسيد هذا ما نعرفوش معناها هزها غربه، هزها لدار قال هذه دارنا احنا، وغربه معناها قال هذه دار اختي وامي معناها هنا. فما بنت عمو هي ولا صاحبته ما نعرفوش فهمني، ما نعرفش الحكايه بالضبط. دخلها للدار وحس ما فهمت هكاك، سكر على الباب فهمني وتعدى عليها فهمت. فما مرة شكيتوا به ولا؟ شكينا به وسمعت شد 16 برك، ما شدش برشا. شد 16 حبس فهمني. تهمت شنو سمع؟ تحويل وجهة قاصر؟ وما حبش ياخذها ما فهمتش فهمني. ما حبش ياخذها. ما حبش ياخذها، قال نشد الحبس.
بحكم اللي خايف من امه ولا من ابوه معناها بحكم اللي ما عندوش دخل. معناتها خير يشد الحبس وما يعرفش باهي حصلوا روحنا بها وكل شيء يعني تصدمت معناها كي سمعت الشيء هذاك واحد من الناس هربت من الجيش معناها زرتيت دخلت رخصة وزرتيت حتى كيك فك المزرتي هذيك نتبع في اختي معناها نمشي معاها ونشوف في حقها نحب ناخذ لها حق ما نكذبش عليك ما نجمش ناخذ لها حق حاجه مشات كل حاجه مشات معناها على روح قعدت نحكي مع نسيس فيها اعتبارها صاحب مانيش خو اعتبارها صاحب وطلع نبدأ صفحة جديدة. سامحني قوس صغير فقط مانع انت ركي كي تزرتي نورمال ما تهبط في التفتيش روش هذا الشيء في بالي في بالي يعني فضيتها المشكلة ولا فضيتها سيئة يعني كملت هاي بي فهمني انا حسيلو اللحظة نرجو لحكاية اختكي نسيس فانا عملنا العبيرة عاش اختي طولي صار وشمك في العباد وشمك اعتبار انا طويك انا احكي معك معناها صاحب مانيش خوك اي حاجة تصير لك احكيها لي ونبقى اخوات ونحن على بعضنا ما نحبش يزين انا راس كعبه كيك معناها راني فديت فهمتني راني واحد من الناس عييت حتى من كلمات العباد توجعني وفهمتني هكا ركحت كي ركحت هي رجعت انقزرنا على اساس نقدم روحي وقتها في اللحظه ذيك قبل ما نقدم روحي مرضت يعني واحد من الناس اعصاب وستريس ومرض من مشاكل قدمت روحي خرجتي نبت مشيت عديت خرجوني نبت روحت وليت نخدم وفهمتني مرت ما اشتغلت في الدار معناها تقطع ضغط ضغر تقطع وين؟ تمشي غربة واحد غربة فهمتني تهرب هي عرست وطلقت هو من الاخر كيفاش عرست وطلقت تعرفت على واحد اسمه مجدي هذا من زبو زلف وقت اللي كملت الجيش يعني نخدم قداش عمرها عرست؟ عرست بالضبط ناس 17 دار لي 16 و 17 عامله بتقريبا ضمان ابوي ذلك بضمان ابوي خاسر معناتها بس فهمتني حاسلو اني نخدم وقت كملت الجيش نخدم وهذا يتعرف عليه ويقابل فيها من بعد الحكايه اللي الاخر اللي شد الحبس فهمتني هذا واحد اخر فهمتني يقابل فيها ويحكي معها وكل شيء على اساس باش يعرس به حاسلو اني نخدم هات جاني تليفون كلمتني امي والله في زيتون نخدم كلمتني قالت لي ما نعيش راني في المحكمه اجا تو مشيت على اساس عرفت امك هي ماشي في الدار وقت هي هارب وقتها شكينا بها وفهمني هبطت في الريشيرش حسيتو مشيت المحكمه هي واحد اخر وام فهمني تصدمت يعني حكايه اخرى تصدمت واحد من الناس ما عادش كيفاش فات الحكايه؟ وفات الحكايه هذه لما خرجت من غادي كلمه توقفت 8 سوايع معناها راني ضربت السيد اللي في المحكمه فهميك مع خطره سيئه ما عادش فات التهمه اللي موجهت له ديما شنو هي تحويل وجهه قصر هذا واحد اخر اللي شدها معاه تحويل وجهه قصر فرطهم عمل لك وكل شيء وتوقف ثمانية سوايع وكل الجمهوريه معناها كي عيط لي حكي معايا كل شيء ما طلعت اختي فهمي كلمه كتبت صداق كتبت صداق ومشيت على اللي كونها مرت راجل تو ما عادش عندي دخل فيها مشيت على روح حتى كي كتبت صداق خوفا من الحبس معناتها خوفا من الحبس هو قال اني حاجتي بها اني نحب نخدم يعني فرحت قلت انا مش مشكله انا ربي جاب لي معناها كانت مصيبه اني جاب لي راجل باش يحمل لي اختي فهمت وتعرس وربي هنا مشيت الحكايه كيك ما عادش نخدم وكل مره تجيني مره كل تمشي لهم كل ايام راهو ما يصرفش عليا راهو ما يمشي يسكر راهو فهمني راهو يضرب فيا راهو معناتها مرض بحزامه هي فهمني وجاب معناها صغير وطيحات معناها فما مشاكل بينها وبين ما طلبت اطلاق ضرر ما عادش ضرر ولا انت ما عادش فما حاسلو هات الحكايه تمشي كيك اللي نطلقوا بينه وبين امي يعني ما دخلتش في الحكايه واضح فهمني مشيت الحكايه كيك خليتها على راحتها بعد ما طلقت انا رسم مرس خلي ما عادش دور بها قال لي مش تنجم تحطك في الحبس معناها كي تنجم تضربها ولا حاجه راهي مش تحطك في الحبس انا واحد من الناس ما كانتش هكاك خاطر اختي شربت الحليب باش حبت انتحر قبل شربت الحليب باش دواء امي معناها نتاع الاعصاب ما شربت معناها لمتهم وشربتهم مع بعضهم فهمتني هزها للسبيطار وقتها بيست وانا واحد من الناس قلت مات صحيح ما عادش فاهم فهمت سبتها ماتت واحد من الناس ما نكذبش عليه خوفت على روحي وعملت الدوسه معناها اللي كونيا انا بعثها كيما نقولوا فيها تزنى باش تجيب لي الدخان ولا نبعث فيها ولا اجيب الفلوس من عند هذاك ونضرب فيها ونهجأ فهمني ولا الحكم اللي انا راني حنين عليه من ناحيه مفهومي نعطيه. هكا ما مشيت الحكايه هكاك خليتها بينها بين معناتها بينها بين امي ما عادش ندخل في حد شيء. حبيت نمشي نبربش على خدمه نشوف خدمه نشوف مستقبلي من الاخر. قلت نمشي صغير نمشي نشوف نعرس على روحي نمشيش نخسر حياتي على جالها هي. باهي. مشيت نختم لا وش خدمه راني مرمه راني شويه فلاحه شويه هيك. فما واحد تعرف عليها كيري لها دار في الحمامات واحد اخر هذا الثالث كيري لها دار في الحمامات دخلته الحبس هذا ولا انا اللي طلقها ثالث لا الثالث التو حاليا انا ما نعرفش وجه لوجه وهي ما باش تقر لي التو انا علاش قلت انا باش تحكي لي السيد ما باش حتى في الدار حتى حد ما باش تحكي له السيد هذا انا مره برك تليفون هزيته
وقت كلمته هو كلمني استغفر الله قال لي منى معايا معناها هي ماشي في بالها نمشي اخذها ويعملها لها انا مش ناخذك واش نكتب عليك صداق واش نعرس بيك. والمشكله مش هذيك, المشكله كي انا كلمته قلت له انت كي ناوي بنت حلال مش تعرس بها خويا يجيك بصداق وهو وحده مش حاجتي ولا بزاز ولا بحد شيء يعني من ما تنتهنى على اختي. هو كي كلمته كيك علق عليها جمله فهمني علق عرفت فما لعب عرفت الانسان هذا مش ناوي الخير انا ناوي مش العب بها كما وهي صغيره. يكلم فيك شي حب من عندك؟ هو حب معك يحب انا نحب نقابله وما يحبش يقابلني فهمت الحكايه على اساس قلت له جيب امك وبوك ويجيني للدار فهمت هيك. وهي كل شرب لها مخها شنو ما يعملها ما تحكي شيء لداركم انا ما تحكيش حتى اخوك ما تحكيش وانا حسيت بها الحكايه مشيت قربة لوجت مش مشكله كانت تغلط ولا ضربوني ولا عملوا لي مش مشكله ما انا حبيت عشت ايامات خوف فهمتني عشت ايامات رعب مشيت للزناقي ودرت في حموم ومنهم ما عليناش ما بوش يقروا عليها خفت على روحي لتو حاليا نلوج انا ما جيت لهنا على اساس علاش عملت معاه كان واحد من الناس تفديت واحد من الناس بالحق ولا سيحلي انسان هل صراحي دليل واني راس كعبه ما انا امورها تعبه ما انا نحكي من وجهك هي حتى من كلمات الناس ما يقولها لكش في وجهك يقول لك في ذلك هي اللي توجع في الظهر مش في الوجه مالك يحكيك شالينا في كلمات الناس هذيك اللي توجع لأني واحد من الناس خسرت حياتي شالينا في كلمات الناس ما يظهركش مانع نحب نسألك سؤال هونية سؤال وبرا روا في اللي صار لأختك كل انت تحس اللي عندك ذنب غلط في حاجة مع أختك نعم أم لا؟ عندي ذنب شوي مش برشا كيفاش؟ قسيت عليها حكمي ما انا حتى كي ما تسمعش كلام امي نضربها. انك خرجت من المكتب ديجا يعني ما واحد من الناس ما بيش خليها تقرا خاطر على الفساد وعلى برشا حاجات لا مش اللي يقراوا الكل فما فساد في بالي باش تز وتصبر لا لا شو فاهم شو دقيق شو خرجت من القرايه خايف عليها على الفساد هي مش قرايه من الاخر انا بحكي لك لا بشويه نتفقوا مش كل بنيه تقرا معناتها في معهد ولا في مكتب معناتها فما فساد يخرج عليك تقول فيه هذا عبره لا لا ما قلتش كيكه تبارك الله جو ما قلتش كيكه وهكا نحسك عين شويه تقول لي كلام كيما هذا فهمتني شنو نقصد انا ما قصديش معناها على معناها شباب ما فساد ولا لا قصدي هي بصفه عامه حكم اني ما نعرفها حتى في الدار حس فيها داخله مرة فهمني مش مستركه حتى باش تدخل تحب تقرا يا راك خرجتها من المكتب من الابتدائي راك ما قلت لك ظروف يعني الفساد ما تعرفش اش معناها في بالي ظروف اللي انت خرجتها ظروف زاد على زدنا هذيك ما تبداش تتبلى عليها في كلام كيما لا لا ما تبلتش على ما قلت لك ظروف على زدنا على خاطر تخرج طفله من الابتدائي وتلقى روحها من بعد من الاول تخدمها في النوار معناتها مازال الطفله تخدم في معمل اللي هو ممنوع طمعين في زو السور دي معناتها نتاع شهريه نتاعها ومن بعد تلقى روحها بطاله الشروط الكل متوفره باش تنعرف. انا حبيت هذا ما قلتش شيء، ست كلامك حبيتها تزازع مع قله الوعي طفله مراهقه هكا وعد سيء. باهي انت توا شنو هو المطلوب بالضبط؟ مطلوب تروح للدار معش حبة ترجع اسره كما العاد، خاطر هي اللي في الشارع امي تعبت جرتها مرت سكرت. هي وين الطفله؟ هي في الحمامات كاري فهمني؟ او شنو فهمك؟ يعني ما نعرفش عليها فين كاري بالضبط. عندي برشا مريتاج معناها كي راه حتى راه ممكن من بعيد ساعات تشبع عليهم وتعدى فهمني ماش ولد خايف حتى نمشي للغديك نسال على ولد خايف فهمني ماش تحب تروح نحب نسال علاش الحمامات في دار شكون ساكن؟ ما نعرفش كاريا ما نعرفش ما عندكش فكره ما عنديش فكره هي تخدم ولا اش تعمل؟ ما نعرفش سمعت تخدم ما نعرفش عليها تعرف حتى شيء ما نعرفش شيء باهي ان شاء الله انت علاش جيتني اليوم؟ جدا حابة ترجع للدار وتشد امها وابوها وتقف في الدار حتى كان مكتوب يجي مكتوب ما حاش تيجي انا نوكلها ما تخدمش ما تخرجش تخدم انا نوكلها. على كل ان شاء الله نوفق الليله في ان اختك تكون موجوده الليله في برنامج عندي ما نقول لك. سينمان عجل برنامج عندي ما نقول لك يحب يبحث على اخته. اخته حسب روايته هو خذات ثنيه غالطه. الليله جاي البرنامج عندي ما نقول لك يحب يرجعها للاطار العائلي. حكينا على برشا اخطاء اخبريك قد يكون ارتكبها في حق اخته او العائله ارتكبوها. اللحظات الحاسمه مع زميله ساره. مساء الخير ساره. ساره مساء الخير. مساء الخير عليك. اشكون بحذاك ساره فلوس؟ بحذايا بنوته بكري نفلك معاها اما مازلت ما عرفتنيش على روحها بالحق. مسيش تعرفني على روحك؟ اسمي عبير. ايام مرحبا يا عبير. نسكن حمامات. في حمامات؟ صعب. شنو تعمل في حياتك؟ ما عندي ما نعمل. حتى محلاه مكياجك اليوم.
عايشك يا احلى نورتنا عايشك. شفتوا من البارحه واش خدمت بابا عجبك لوتير وكل شيء فرطتوا؟ انا ما تفرطتش ما تفرط مسكينه خاطر على غالب هي يدها مكسوره دونك سي بور سا لقات مشكله باش تاكل مي ان شاء الله لاباس عايشك وان شاء الله ترجع للكور نتاع الدانس نتاعك خاطر هي قالت لي مغرومه بالرقص رقص غربي هكا دونك نتمنى لك باش ترجع تترينا ومعنا شكون استدعاك ماذا بينا نعرفوا شكون تحب تمشي بحذا علي تفضل مع وليد. اهلا بيك عبير مرحبا بيك يلا تفضل مرحبا بيك زدك شوية عبير عبير مرحبا بيك ليلى في برنامج عندي ما نقول لك تفرج في برنامجنا ولا؟ ساعات ولا ديما؟ لا ديما ديما مرحبا بيك ليلى عندكش فكرة شكون ينجم يكون استدعاك ولا استدعاتك ليلى في برنامج عندي؟ خويا علاش قلت من الضربة الأولى أخوك؟ خاطر كدارنا وكل طلبوني وخايف هات ورغم هذا جيت علاش خاطر خويا ونحبه ونحب حتى حد غيره من الدنيا هذي زيد باش نتعداو بالمؤشرات شاهد معايا شكون اللي استدعاك ليلى في برنامج عندي ما نقول لك خويا منع طلبت منا باش نجيبوا لك اختك انت قلت تعرف الحمامات ما تعرفش فين فريق الاعداد تعب برشا باش نجمنا لقيناها درنا الحمامات الكل جابوا لنا برشا تسكر نتاع ريستورانات نتاع وتل الحق نتاع ربي فريق الاعداد الكل وخلصناه ها اما على قليله جاوب نتيجه برشا هما تسكر وحدين برشا كان فورنا غاليين ما يسالش لا محاله ومش مشكلة. أما على الأقل جابوا نتيجة في أنه حلال محلل عليهم بالحق. هذه هاي أختك يا خويا. إيش تحب تقول لها ستي؟ السلام عبير. خويا لك. عبير نحب نسألك علاش ما تحبش تروح للدار تبقى في الدار؟ أنت تعرف كل شيء، شنو هي علاش ما تحبش تروح للدار؟ روح للدار يا مريض. روح للدار ما نروحش. تعرف لي انا مريضه وما نروحش للدار روح بحذا امك وبوك يا عبير عاش خويا خليني بجرب لي خليني واختاري برسمك علاش جبتني لهنا يا انا راجل وراجل نسمع في كلامي على به ربي راجل تسمث لي لان عاش خويا نطلع بجرب لي بالرسمي تحس راح يشدوخ والله هدي روحك هدي اعصابك اسمع اخوك ما تسالش خلينا نحكيو في المشكله هذه باش نجموا نلقاو حل وبهدوء وبالسياسه واحدة واحدة انت علاش عبير ما تحبش ترجع للدار مريضة يعرف لي مريضة رامي تعرف لي مريضة الناس كل في تونس كل يعرفوني مريضة ما خير تقعد في داركم ولا في دار الناس انا هكا مرتاحة عايشة عايشة ناكل ونشرب مرتاحة نخدم على روحي مرتاحة وين في داري انت كاري الحمد لله مرتاحة مع اني شيء انا بابا راضي بيا هكا كنت نخدم واحد يغسل يصنع صالونات اما تو ما عادش تو متكزدي قعدت في الدار بابا راضي بيا بابا انت كتبت صداق كتبت الزواج وطلقت وطلقت
أنا بابا ما لا هو في بالك ما لا أخوك لا في باله بيك لا كتبت لا لا لا, لا 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 في باله وراس بابا في باله ونجيب الحاكم ومشي معايا هو للمحكمة في بالي خويا لا لا في باليش سي علي لا 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 لا, لا, لا هاي بتقتلي فما خويا طلع كذاب أنا من كثر ما وليت نحب كنت نحبه عبير ما في باليش اللي تطلقت عبير مش كبير طول عبير ما في باليش اللي تطلقت وقتها الصدمة كانت قوية على عبير كي شافت خوها مانع وتفكرت معاه معاناتها وبعد ما استرجعت وعيها قبلت عبير باش تواجه خوها وتصارحه وتفرغ قلبها هيا عبير وصع بالك عاد عبير انا كنت عندي خو صايب عندي ما يعني خوك انا عندي واحد برك خويا هو ولد حمتي ويحبني حسب لي اخته يعرف هذي الكل يكريني ويروح بي عندنا ويضربني كيريني عامله يعني انا صايب ما عنديش خو جمله من اختي ذي يعني عادي دقيقه برك فما حاجه انا مانيش فاهم سامحني خويا على كم كلمه خاطر يعرفني انا كتبت الزاق وفي باله هو ورجلي جاي كي هو يوصل يقول انا ما نعرفش اللي اختي كاتبه الزاق الواحد هذا الكل لا يقصد ما يعرفش هو ما يعرفش ما يعرفش ليه ما في بالوش ما هو قال في بالي انا في بالي بيك انا غلطت لا لا ما فهمتنيش لحظه يا مانع لا يا عبير انا اللي غلطت اللي قلت لك ما في بالوش على خاطر فما واحد كتبت عليه صداق انت وطلقت هذاك قال لي عليه اما من بعد قال لي ليه عندك خطيب في الحمامات في بالي لي انت كتبت صداق على خطيب الحمامات ما كتبتش صداق انت عندك خطيب في الحمامات عندي ويا تعرفوا امي ويعرفوا بابا وريت انا ريتني طو انا ريت ابني خالد ريت ابني خالد انا ما عادش طبعا عندي امي تنشوفها ونروح اما انا اخويا ريت انا ريت هلا ربي وليع انا لا عندي خو اما حسبي الله ونعم الوكيل يا بنتي احسبني اخوك الكبير بشوي الانفعال هذه كل علاش ما عنده حتى مبرر اللي صار هذا حتى الجمهور مش فاهم كنت رايضة قاعدة في عقلك انفعلت شنو اللي صار اخي شفهم الانفعال هذا كل علاش فهمني قادر كذب عليا ما كذب وكل يروح للدار يا بنتي على حكايتي دقيقة على حكاية اصدق انا غلط هو يلوج عليك في حمامات مرقاك يعرفني وين يعرفني وين نسكن يعرفني وين يلوج على التليفون انا نعرفها دارك قلت له كي تجي الحمامات عبير كان فيك انا نعرفها دارك خويا عاش خويا اسمع نعرفها دارك كلمني وعاش تحكي ما انا عندي امي عندك سرار مخبيتهم عبير برشا خبي برشا سرار انا اختي برشا سرار وانا ذليت مشيت العفس راني في جرتك اسمعني مشيت العفس راني في جرتك وانا المستقبل انا حمدي هذاك اللي جايبك انا تو انا طالع ماشي نشكي والله ماشي نفس نعرف روحي نموت فميك تعرف روحك غلطه تعرف روحك غلطه كي باش تشكي راك مانيش غلط تعرفيني ما نكرهكش يا عبير انت تعرف كل شيء انا تعرف انا جبتك انا حكيت لك اسمعني اسمع تعاوني من جوا يا عبير أسمعني. لحظه يا مانا يا مانا يا عبير توا كان جاي يعرف الادريسه نتاعك في حمامات راهو عطانا الادريسه باش نلوجوا عليك اور هو ما عطانا كان اسمك واحنا قعدنا نفركسوا عليك نعرف عليك من بلاصه لبلاصه احنا نلوجوا عليك نعرف عليك 100 تحيه انا استنى واسع بالك المطلوب صح انت في الحمامات عبير يا مانا يا مانا ما ننقذك يا عبير يا مانا يا مانا لحظه يا عبير لو كان جاي يعرف ادريستك في الحمامات راهو مشالك ولا راهو عطانا ادريستك ومشينا لك احنا مباشره دم كم كلمه على فريق الاعداد احنا انا صغيره في الدار انا صغيره في الدار انا اكثر واحده نحبه في الدار انا اللي نجري له في الحوايج وانا كي هو يحبك انا اللي نسمع خويا انا المراه تعرفت لو على خاطر خويا على خاطر انا خويا نفس الواحد يمسه حتى بدك تشوك انا على جيتك اسمعني افهمني الواحد من الناس بالحق راني سيء يعني سيء راهو شنو مكور ده بالحق سيء عييت عبير عييت نسمع في كلمات الناس ما فهمتي برك عييت اسمع انا مانيش اختك وانا هامله وما نصلحش انا اللي نحب روحي هكاك انا نحب نعيش هكاك وانا شنو اللي نصر وشنو اللي نعمل برشا حاجات كيما برشا عبيد بايك وانا اللي كنت عم جاي باش نعرس وش نفرحكم وش نفرح امي وبابا واخويا اما المره دي صاي عبير باش تولي مهبوله عبير باش تولي سهاره عبير باش تولي تعمل اللي تحب عليه الكل ما قلتش انا ريت مخي اكبر من مخكم بالف مره صحيح عمري 19 سنه وصحيح تمرمت وصحيح مشيت وصحيح اما الحمد لله يا ربي انا كنت طفله تحفيديه نصحي افهمني كيما عاش خويا يا مالك عبير افهم
راني يا عبير منك ركش آلي ماذا به جيتك هنا لاخذ تسهر لا تتكيف انت ما عندك حتى شيء اما عندك يا عبير ركب ريزه نحبك تروح للدار ترجع العائله كما كانت يا عبير عليها فرقتنا بعقب انت ماكش شايل قبروحك راك ماكش شايل قبروحك الماكل مش ناكل فيك لا بيدرو نخرج مع دادي وحشم الاروح ما نحبش نضحك ما اقول اختي ماتت انا جاي لوج على واحد اخر اسمها بيرا اكاكا قول اختي ماتت انا ما عادش عندي خويا انا خويا عندي خو مانع مات توفى من اليوم ومن اليوم دارنا ما عادش نطبع اللي حاجته بيه يجيني حاجته بيه بابا يجيني عندي نمروه بابا تنطبع علاش القساوه هذه كل يا عبير؟ كاهو خاطر انا ريت تعبت سأل عندي حاجه نحب نفهمها بجروتها هي ترشيد انا ثلاث سنين مريضه انا ثلاث سنين راكبني جان والتو راكبني انا عملت تاكسيتو انا طلعت من الدار بضرب نشعر بروحي ضربتني كربيده مقسومه جمعه 21 يوم اخرين كانت طبره ولا يركبوني حديد انا ساقي التوج عمرك ما فيها حديد زاده انا مريضه انا مريضه بالاعصاب وركبني شنو ذنب عائلتك يا شنو في بالو بيا بابا يعرفني اللي انا ما نجمش نعيش في دارنا قال لي انا نداوي بنتي وبعد روح لي شوي بابا ما جاش يلوج علي ما نجمش محشم بوك وانا ريتو يمشي راسو تلير اكثر مني انا طز انا في حياتي طز استغفر الله العظيم يا رب طز في حياتي استغفر الله العظيم يا رب علاش جيت لهنا عبير علاش جيت لهنا حكيت معك حكيت مع عيلتي عندك اختك اسمها كل... كريمه وهيبه عبير انسى ما قلت اسمها عبير اغزر لي كانت اختي انا ما نغزرلكش خاطر تحت من عيني انا كنت خويا ما خلي باش نشري شو عملتلك سبيتك انا سي امان عصاي سبيتك صحيح. ما سبيتكش انا نحب نرجع عائلتي نحب نرجع عائلتي تفرطت انا اختي باش تطلق من جرتك ومن جرتي انا طلع تعرف علاش صراحه راحه خاطر لا صراحه كيس تعب وقلبك ريتو كيس فاض وقلبك تعب يا عبير يزيني والله يزيني ما ذقت المر والله يزيني صغير ما شفت شيء من دينك داي بريك لما موتك جات عندي قلب تحسب خوك يبكي راجل تحسي بيه يا شخوي تنجم كتريني في ابني خلات ما تكلمنيش تحسي بيه راني كندادي راني عايش لما الدنيا وكاو ما عنديش خو مكتوب كتبه لي ربي هذاكش عندي خويا واحد بركيزي الحمد لله يا عبير الحمد لله يا ربي الخلق مضايا يا عبير الخلق مضايا المفيد انا جريت على حقه انا نجي وراك وعلى جيت وريت وجهي جريت على حقك يا عبير رد جري على حقك لا عندي فلوس لا عندي حتى شيء جريت بقلبي وما وصلت جريت بدعوة ربي باش جيت لهنا باش نحب نشوفك ونرجعك يا عبير اما ريت تصعك لحيوت يا عبير وتتوف على الكلام الحمد لله يا ربي ما نصعش لحيوت معايا رجال تتوف على الكلام رجال معايا رجال انا اخوك مش راجل معايا الحمد لله انت مش خويا مش برجيلة لا ما قلتش يضحكوا على مخك يا عبير يلعبوا بيك يا عبير ماكش فايق على روحك راك راهم غارين بيك يا عبير هم اللي يقولك بعد الامانه يا عبير اش ننصحك قلت لك نحبك في الدار مستوره تاكل وتشرب معانا هكا ولا راجل جيبوك انا انت اللي تشاور علي ناخذولك ريت محمد ما يكتبش عليك سداك اني نضغر او قدامه اني نقط ريت يا عبير اني نشد الحبس مش على خاطرك يا عبير على خاطري انا مش العباد تعذرني باهي يا مان اش عندك باش تقول لها يا مانا سهله تعرفي ما كرهاش تعالي انا نحب راني هذيك اختي انا جبت انا هنا راني حاجه برك صحيح عايش تقول اختي عايش خويا عندك زوج خوات بنات انت انا تموت في حياتكم جمله انا عندي امي وبابا حتى كان بابا ما رضاش بيا عندي امي هذيك البريده في السبيطار وهذيك البايص انا امي هذيك كاهو انا عندي بنيه توفيت مشات على راحها الله يرحمها هذيك بنتي انا في الدنيا العباد الكل يسمع فيا انا عندي بنيه اسمها مرام توفيت مشات على راحها حتى حد ما في باله بها انا اللي في بالي بها بنتي عمرها 5 شهور ناتت في كرشي الحمد لله يا رب انا تو ما نجيبش صغار الحمد لله نضحك ونلعب ونلبس كندادي ونحط الحط وكل شيء يا عبير نفرح لاختي يا عبير راني نفرح لاختي كراك نفرح لاختي اما نحبك في الدار معناها بحذات تسهر تمشي تحوز المفيد تروح للدار ما عادش حاجتك حتى حد تنجم عادش عبير عبير تغرى بيك راهي عادش خويا تنجم عادش عبير تغرى بيك تنجم عادش تكلمني مع الدربيه من اليوم انساني من حياتك كيما كان موت ما تنساش ما تجيش لجنازتي عايش خويا ما تلوش عليا كتريني في مي خليت كانت ما ريتنيش انا حبيت نوصيك ميساج عبير حبيت نوصيك ميساج اني ما عندكش خوره وقلبك اكحل عندك خوره وبالحق حال قلبك لين يموت ريتو قلبي حاله لك لين يموت يا عبير ما تحليش وقت اللي تحب تدخل ادخل اما اغزر لي يا عبير كلمه انت الكلمه اللي قلتها لي راك وجعتني بها بالحق وجعتني بها مش نقص عليك راه باش نزيد نحبك تعرف علاش نزيد نحبك على حاجه برك على خاطر راك لحمي ودم يا عبير باهي نجم نتكلم يا عبير ولا تكلم خويا باهي انت يا عبير يظهر لي
برشا كلام قاعدة تقول فيه غلط. كان تسمح لي طبعا. كان تسمح لي. شوف يا عبير أرو باش نفضوا مشكلة يلزمنا نحكيه فيه، وانا باش نحكي معاك بلا مجاملة بصراحة. ما فهمتش التغيير الكبير اللي صار من الأول، كنت تضحك وتلعب هكا وفرحانة وبكيت وفرحت، وفي بالك اللي خوك تك هكا تقلبت في لحظة. والله كان جيت في بالك شخص آخر والله نجم أقوله صحة، أما أنت في بالك اللي هو أخوك ومستدعيك أنت هكا. ولا يا عبي كيف ريتو أنت تقلبت؟ أنا والله التولى فهمت، فهمني علاش تقلبت بقطع النظر على حكايتك أنت. أنا قلت عني ما عادش عندي خوص هي أنا ما... علاش تقلبت؟ كيك كيك واحدة كيك تقلبت كاوس هي أنا ما عادش عندي خوك، ما عادش عندي خوك جملة، أنا طفلة واحد، أنا الرجل، أنا المرأة. يرضيك راجل هكيك يبكي؟ عادي كيما بكيت أنا، ما بكيتش شوي، ما كليتش تريحة شوي، ما ضربتش شوي، وما تهجشتش في الدار شوي، وقبل معاه. أما هو ما بكيكش؟ لا بكاني. كيفش؟ بكاني حياتي كاملة ذاك. شو عمل؟ بكاني من صغرتي بلي عمري 13 سنة. شو فهم؟ ذاك أنا شربت الدواء شوال الموت بضربه، هو بضربه ذاك أنا نوصل هالهزك نازك الرابطة، أنا 5 أيام في البلوك في ميدان عاش المخ يخدم القلب ساكت، أنا طوب العرفش نقرأ جدادي، أنا عارف روحي في حقك. أنا طوب نظام العصابة عبير نط في حقك وضربتك عبير. ماشي في بالي رباية كيك رباية تقتل روحي ماشي رباية كيك عبير رباية صاحبة عبير، أنا في باليش بها ضربة. الحمد لله يا ربي وكا، واللي أنا لقيت عائلة وخلتني عدهم وأكلوني وشربوني وحسبوني بنتهم وخذوني حوايج كي بناتهم وخلوا ما عملوا معايا. ربي خليهم. الحمد لله يا ربي اللي أنا مانيش كيما برشا بناتك، بناتك السهارة وكل اللي يمشوا وكل اللي يمشوا، الحمد لله من داري ما نطلعش. الحمد لله اللي خوك شوية تحبسات عبير. الحمد لله يا ربي اللي أنا ما نوصلش حاجة، ما نصير نعطي شرفي على خاطر الفلوس. الحمد لله ديما نقول الحمد لله يا ربي يحبني، كل ما تصيرني حاجة ربي يحبني. عبير تعرفيني اللي أنا حتى لو عمري ما دخلت الحبس على خاطرك انت، تعرفين يا عبير وقفت على خاطرك 8 أسابيع هكا هو. مانا نعم انت عمرك ما قلت لي اللي اعطيت طريحة لاختك ودخلتها على السبيطار؟ لا ما دخلتش السبيطار سيعلي، قلت لك يعني كنت كابس عليها، كنت صحيح كابس عليها بالضبط، اما راني ما دخلتش السبيطار راهم بريود وحدها بريود دخلت. شنو معناتها تدخل وتخرج تعطي فيها فطره؟ هذا هو الكبسه. لا مانيش كل يوم نضغط عليها، مانيش كل يوم. عندي انا واختي نشبهوا لبعضنا، هي اسمر مني بشوي. اختي كي تهبط لبني خالد بكري صغير كي بطلت من القرايه تبطلوني من القرايه. لا عبير لا لحظه يا مانا، ما نكذبش انا علاش يا مانا لحظه تشبطهمش عبير. مانا عبير تهبط اختي ما تمشي تخدم عندي، هذه اكثر واحده نحبها في عائلتي، تمشي تخدم تشبالي يقولوا له الاولاد انا راني اختك عبير هبطت لبني خالد وعلى سقاها ومعها بنات، نبدا راقده في فرشي امي تمشي تزغو فتا تمشي تخدم كانت تسلت علينا، يجي يبدا يضرب فيا على النوم، بكري زرق لي عيني على يمشي يقول لي برا مشي تايبي لي قهوه، بكري ضربني دقدقني في دراعها كي نكلم ولد ولا ولد حامتي نبدا نحكي معاه، نمشي نلعب مع البنات انا صغيره دقدقني في دراعها، هملت وقتها تعقدت ويزم العموميات يضربوا فيها، يزم يخلونيش نلمس كدادي، يزم يضربوا فيا وبنتك باها وبنتك علاها وصغيرة راني ما نعرف شيء، راني ما نعرفش تصحي من يجي، وبنتك باها وبنتك علاها وبنتك ما تصلحش وبنتك ما الشريفة واختك باها واختك علاها ونضرب اختك وقادي اختك واعمل لاختك، فضحوني فضحوني بالرسمي، نبدا نمشي للحانوت يضربني ودقدقني بدراعها في الحانوت، هذا كل ما يقعد ما عنديش الحق نحس برسمك مانيش عبد مانيش انسان. انا كعرفت جماعه هذوما ما نقولش بلاصتهم منين، انا كعرفتهم ولدهم هذايا حبوني بالرسمي في العيد الصغير هذايا هم شروا لي حوايج حسموني بنتهم. صورتي مزيت كي غلقت 19 سنه، عمري 14 سنه وانا عايشه وحدي راني 14 سنه تمرمت لو جلد على واحد كي يدفيني امراه ولا راجل يحسوني لي انا بنت واللي ناك مشرب كل عبيت. اما الحمد لله الولد هذا مانيش شويه معاه 4 سنين معاه، ما خلانيش نهمل، ما خلانيش نطب البواتات، ما خلانيش نسكر كل البنات، ما خلانيش نتكيف الزطنه، ما خلانيش نعمل حتى شيء، وقف معايا علاش انا ديما صورتي نظيفه مع الحاكم، مد بدك طريف يشوفني الحاكم ديما صورتي نظيفه، ديما ما عنديش حتى مشكله، عمري ما توقفت مره برك توقفت وقت كسرت لي براكاج هذاك، عمري في حياتي وصلت الحاكم حتى كيريني ويعرفوني ويحبوني، والله يا سي والله والله الله يطلعني، يحبوني الحاكم تاع عامات يحبوني علاش؟ خاطرني نظيفه.
قد يكلموني كلمة قولوا لي يا عبير روح روح نهز تليفون مثلا قل بالرسمي تمرمت كغات اليوم يغدير أخوك نوجع لي الحاكم نجري ونجري ونقول يا ربي شنو بيشدوش ونسأل في الحاكم قال لي على الجيش قال لي لا يروي روح مكم ما يشدش حبس أخويا ذاك محامد نجري كلمت راجلي طليق يا كلمت قطوة بعث لي فلوس أبعث لي فلوس بعث لي فلوس ونجري أخويا سروال وبودي ومخلي نجري له ونزم أخويا الحامد حسبته أكثر من نبي مانيش ناكر يا عبير نحبك راني أفهمني نضربك ونضرب عليك يا عبير راني راني خاطر العباد ريتني في الدنيا ذي ريتني في الدنيا ذي بالحق راني خاطر حسب ما شفت العباد حسب ما شفت العباد والبنات اللي تضرت صحيح هذيك حاجة كاتبها ربي راه أنا مش متغشم من حاجة كاتبها ربي راه فهمني أما نحبك يا عبير أختي ترجع ترجع للثنية وتثق على روحك نحبك ترجع بحذانا هذيك إيش قصدي باش كنقول عندي أخت نهز راسي لفوق يا عبير مانا سامحني يا مانا نحب نوضح لك وجهة نظر عبير أختك عبير تقول لك خرجتوني من المكتب وأنا صغيرة وحسب رأيي المتواضع معناتها هذه جريمة كبيرة في حد ذاتها أنك تخرج بنية صغيرة من القراية ثانيا حسب ما قلت لي أنت دخلتوها تخدم وهي عمرها 14 سنة في معمل على خاطر شهريتها باش تتسللها وتتنحالها نقولوا هذا يا سيدي مش مشكل وما يسالش ثالثا الطفلة خبطوها كل قرنيطة بتريح لباش القبور مع انتي تضرب عموماتها يضربوا العائلة كلها تضرب داخلة تضرب خارجة تضرب أبارامون عنف كبير ضارب 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 زاد شعري أهبت لسيد الطومي وأسأل أهبت لسيد الطومي وأسأل كل بنت لا 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 مش مشكل مش أنا فاهمك أنا فاهمك أنا فاهم هذوما ثلاثة حاجات يا مانع يخليه الانحراف يتحل على مصراعيه قدامه داكوردو باش تبدا الأمور واضحة توا أخويا هي تقول لك أنا عندي 4 سنين عايشة في دار لاقية شكون يحن عليا في الحفظ ولا مان يوكل يشرب يلبس في مقام الأم والبو مستحفظين عليه ماديا وأخلاقيا هكا ولا يا مانع صحيح صحيح بيه علاش تحبها انت ترجع معاكم لبني خلاد وللذكريات اللي كانت موجودة الكل سي علي للضرب وللإهانات ولل سي علي عشوائي نحكي والحسرة وقلة الواحد ودرشنا ودرشنا جاربي نحكي كلمة تفضل جاربي أنا صحيح صغيرة هربت وعملت أبكي الروع أنا علاش هججوني علاش خويا هججني امي تبدل شي امي تبدا تخبي فيا في دار المرا تقول عاش بنتي مره اهرب راه باباك باش يضربك خويا راه مش راحه كل الملقاة في الدار مرا قتلها راني مرا دخل الحبس راني سي كلمات العباد غلطتني عبير سي علي برسمك اجا شوف لا 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 ما تحلهاش لا يا بنتي حليت عليت بنتي لا اجا شوف لي داي انا كي نبدا نمشي هاي ما كيفاش انا بالرسمي تو نحب نحب كدادي نحب نلبس روبه كدادي كي كتبت الزاق ما لبستش روبه راني ما عملتش عرس كدادي انا علاش نحبك هيك انا علاش نحبك هيك نحب نعرس لك كيما ندير انضمت انا عندي اختي فرك اختي ذيك اللي تحبني وتعز علي انا كبرت 3 سنين اختي ذي تجري خاصه باش توصل تعمل حاجه اللي ما ترضيش ربي باش تجيب الفلوس يا مانا ربي باش تعرس لها انت وضعيتك مش واضحه اصلا كيفاش انا مش واضحه صحيح مش واضحه اما ريتني على خاطرها من هنا من اليوم اقسم بالله العظيم من اليوم على خاطرها نعمل مستحيلات الصبح ونصرف ونخدم على روحي ونتصرف على خاطرها اما حاجه برك حبيت نفهمها يا ولدي علاش تحبها تخلي العايش العائله اللي عايشه معاها سالي لي او من الاخر اللي هي اللي عايشه عندهم سالي اللي عايشه عندهم اللي عايشه عندهم عندهم ولد عبير ميساج نحكي في الصحيح نعطيك عبير خذ ميساج نكتب اخت سبب صديقها تو تبدا طفله هاربه من دارهم وهامله وتلبس حوايج راهي تبدا بجارت لا حتى في البواتات راهي عندها كان الرب وشوارت وتجيكم قاتك راهم وجهها ربي راهو ربي بالرسمي نسخلها وجهها راهو ربي راهي ترى كيف صابغه شعرها الحمد لله اللي انا الحمد لله بالرسمي ديما نقول يا ربي الحمد لله اللي هو سطرني ربي ونلبس كدادي ونحمد ربي اللي انا مانيش كيما برشا بنات واللي كنا راضيين عليك انا مرضت وراني بنوضت وصوت انا واحد من الناس راضي عليك انا تو مريضه انا واحد من الناس راضي عليك يا عبير انا ملبوسه خاطرك حاجه هذيك مش غصب كي شدني كريس انا في صعب اللي تلبس مش برضاك عبير غصب عنك انا عادي هذيك انا ما كليت انا كلت شويه مرتك لا لا كلا مكرونه لا لا كلا كسكسي لا لا حتى شيء من بعد تيرا
الحرامش اللي شربت بعضي تهريت حشك مرة رديت الدم بالعصب تعبت راني بنحبش نروح به عابر نجموش نلقاو حل وسط حلي سيسك انتي وسيسو هو اللي هو التالي حلي انا استنى يا عابر اسمع مني وقول لي ايه وإلا لا راو تحب ولا تكره يا عابر بالغلط اللي ارتكبها الكل راه اخوك لحمك ودمك وما يطيشكش لا اخويا ولا عمي استنى استنى خلينا نكمل خليني نكمل وبعد بشويه بشويه شوف يا عابر انا تو ما قلتلكش روح معاه وقطع العلاقه مع العباد اللي عايشه معهم واللي قاعده عندهم اما على الاقل في مرحله اولى ارجع اربط صله الرحم مع اخوك ومع داركم جمله عندي امي وبابا خويا ما عنديش علاش خوك بالذات لا صحيح هو اللي كنت نحبه واللي كنت والله يا ربي يعني كنت صحيح ما عندي حد ربي انا ذاك انا عملت حاجه خايفه ولا عملت حاجه ماتوا بولد عمه كرهني وهججني وفضحني وعمل فيا وضربني وخلى بعمل فيا اما انا تو وليت من كثر كنت نحب خويا انا تو لا نحب خويا لا عندي خو لا نعرف خو اما ديما نقول يا ربي ونقسم بالله ونقسم بالله وبمحمد اللي انا ما نوصلش لهم الروحي اسمع نسالك سؤال عابر اما ديما نقول والله يا ربي ومحمد ومنبينا اسمعني نحب تسمعني ما نعطي شرف يا حتى كان عبير عبير ما حكيت شيء الموضوع هذا ما حكيت فيه شيء نصرك عبير انا اخوك ونصرك اما اسمعني ما حكيتش الشيء هذا اما نحبك نقول كلمه نحبك تفهم لكونه العائله هذيا نخذاتك ها كيفاش دخلتك لدارهم في بلاش بك عندك قصه في بالهم كل شيء في بالهم كل شيء معناها كيفاش شكون خطيبك عبير ما نقولش على اسمه اللي ما تقولش على اسمه منين عبير ما نقولش منين قربه ولا عبير باه خطيبك هذا اللي قلت لي انت مشي بعد في بالوش قصتك في بالي بكل شيء. إيه الدمار ريت الدمالة كان جاي سي علي. الدمالة صحيح عبير فلي. كان جاي ريت الولد ذا بالرسمية الولد ذا كان جاي ما حشاك مسخ ولا بي راهو يخدم بيا. علاش معاك؟ برا جيب لي الفلوس. علاش معاك؟ نحب نفهم علاش معاك؟ نعيش معاه خاطر حسسني اللي هو بابا. فيش حسك؟ بوك ولا أمك حسسني؟ حسسني اللي هو بابا. يشري لي كل حاجه عبير يلبس فيها يعمل لي في عيد ميلاد كاكيد يا عمري ما عملت عيد ميلاد كان جيت نعرف روحي جاي راني جبت لك تحكي بالغلط انت يشدك معاه الحاكم يشدك معاه الحاكم يمرق شدني معاه الحاكم ويعرف اللي هو خطيبي يا عبير شو يقول خطيبي ولا لحظه يا مانا يا مانا ما فما حتى قطوس يصطاد ربي يا عبير راو يلبس فيك عرفت برشا ولاد ويزين فيك ويصرف عليك ويعمل في اللي ما يتعملش ويعمل في عيد ميلاد ودرا شنو ودرا شنو ودرا شنو ودرا شنو لغاية في نفسي يعقوب فماش حد يعمل هكاك اللي نتصور الناس كل فهمه نعرف كل شيء اما انا مانيش عاطي فيه الثقه 100% اما نعرف اللي ربي ناقذني من برشا حاجات صحيح وعلاش انا نعز البني ادم هذاك خاطر بقى عندي على برشا حاجات ما خلينيش نتصور شكرك امير عبير يا ربي عبير برشا بنات عايش خويا يا ربي خلي لحظه يا مانا انت يا عبير راك ديجا داخله في علاقه غير معناتها شرعيه غير قانونيه معناتها يا عبير ما يسكتش معايا راه مش تحط حد فكرك يجيني مرة ولا مرتين يطلع علي يجيب لي مصروف نعيش أنا وصاحبتي وحدنا ويسكنش معاك ايه ما يسكن مع مرته شكو هذا الولد لا لا يعيش مع دار ما هوش معرس مش معرس بسكين ما عنده ولد قداش عمره ما عنده حد قداش عمره يسكن مع أم وأبوه عازب يسكن مع أم وأبوه أم وأبوه يحبوني عمره ما دخلوا طفلة لدار قداش عمره عبيه صغير 24 24 معناها مخه اكبر من مخي اكبر من مخي نعرف في بالي في بالي نعرف في بالي عبير في بالي سامحني عبير وعلاش ما تسويش الوضعيه معاه تكتب صداق انت انا ما نحبش انا ما نحبش تو عليه كيك نحب نعيش حياتي شوي ريتني عبير حتى مش عارف مانيش معرف مانيش كبير انا كعرس بالرجل الاول عبير ريتني انا عرفت العرس انا عرفت العرس ريتني عليه حشاك خويا وجعوني برشا عبير خليني تمشي ربي يجيب لي بخير انا عايش الحمد لله ويداوي فيا ويهز فيا وجاني كلمه انا واحد من الناس منبطل يا عبير على بالي بحد شيء وقلتها لك عبير نحبك بحذاك قلت لك انا ما عنديش خو صحيح انا من كثر ما قلبي كان يحن اختك
تونس تقول في كلمة نتغرف فيها سكينة. ما الله يهديك، الله يهديك. عايشك عايش خويا، هاك عندك أختك اسمهم كذا وكذا، وما أنا عبير خلينا على شيء. أنا ما عنديش خويا، أنا عندي جوز بنات، عندي أختي معرفش، وعندي أختي وهيبة قدام 10 بنات نتفرج. اسمعني يا عبير، هذاك ميساج وصلته وصل. وصل مع رسول البلاد، أنا وصلت حكاية وباش العباد حابة تعذرني وتفهمني. باهي خوك يبكي ويهبط فيهم حياة وجاي يحب على أخته. أنا ما قلت لك جرى عيش معه تو، خاصة وأنه حسب ما يبدو أنه داركم راضين بعلاقتك مع الطفل. أبارامون باش يسوي وضعيته، أنت بقى راضة العرس خاطرك تحب تعيش حياتك، ما نعرفش درا شنو درا شنو، ولكن الحق هي أنت هكا ولا أما فما تسوي فما برنامج تسوي وضعيتك مع الرجل هذا ولا فهم ب معناتها ممكن وانك بشويه بشويه تعاود تربط علاقتك مع اخوك. صلي على النبي، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. هاي يا عبد. نعم تو انت اخوك يا رسول الله حسب رايك، كان جيت انت للعبير تقوم وتغطس في الفلوس ولبس عليك، نجم نقول والله جاي على طمع. اما هو نجم تكون للغايه من جايين، وغايه نبيله وغايه باهيه، بخلاف انه يسترجع اخته. انت شنو؟ نحب نسيها عليك يا بنتي. الرجل خايف عليك يا سي علي، ما نحبش مش طامع فيه. نعرف مش طامع فيه ونعرف اللي خايف عليه، وما انا ما نحبش ما نحبش. ما تحبش ترى؟ ما نحبش الراه. علاش؟ تعبك اهو. يا مانا عندك اخر فرصة باش تحكي معها وتقنعها، تفضل. اش تحب تقول؟ عبير تعب يهديك ربي. ايش باش نعمل؟ اوزل اوزل باش نحكي معاك برجلي. اوزل باش نحكي معاك برجلي. باهي انت تحب تختار حياتك، اختار حياتك. انا اخوك على راسي وعين. اما مش نحب نفهم حاجه برك، انا مش عايش حياتي كامله تاعك. اوكي هو اختي راني ما نكرهكش ونحبك وريك نمرك. عبير عبير راك رافضه حتى باش تغزر له راه على الشاشه يغزر خوك. اش فما اش فما؟ اغزر له. تعب اخويا ما عندكش. اش فما اش فما؟ تعب تعب. ايه اغزر له تتفرهد. بلا شافش. اش فما؟ فما حاجه اخرى؟ فما شيء. ايه ماله؟ ما نحبش نشوفه هكا وكتله وكتله طرش. انا والله مسخف الدنيا. انا مسخفني حد والله. اخوك في حاله يا بنتي. حتى انا في حال. يا سيدي الفلوس في حاله به. حتى انا نزلك وراقي وتشوف وراقي تتعرف لي انا قداش في حال، قداش انا مريضه ومخي مريض. انت مريضه وعندك. انا عندي حاجه ما نحبش نقول. مريضه وعندك دواء. انا مانيش مريض. ما نحبش نقول اللي انا وين كنت. ما فهمتش. اللي انا دخلت السبيطار الرازي بجرتهم. اللي انا هبلت. ليه يا زحيا العب عاش العب العيشه العيشه ذي عبير هبلتي من العباد اللي هبلتك مش احنا. انا واحد من الناس ما هبلتش. دخلوني شكون دخلوني؟ دخلت حتى حد. انت دخلت روحك في غيبوبه، انت دخلت روحك بالخلطه نتاعك. هذا قبل ما نطلع قبل ما يصير شيء بضاي في دارنا كي دخلت سبيطار الرازي. ما دخلتش حتى ما دخلت سبيطار الرازي. وقت اللي انت رجعت يا عبير، وقت اللي رجعت شربت الحرابش نتاع امك. زيد قول لي شربت الحرابش ولا نعاودها نحكي لك على شربت الحرابش. كيس وانت عيد امك ما عندهاش وبابا ما عندوش، وانا حبيت مع الناس سبحان الله. شوف اسمع للتوضيح راه ما فما حتى عيب يا عبير. واحد يدخل شربت الحرابش بالغل اللي انا قلت لك امك ما عندهاش ولا يا مانع يا مانع
ضعف راه ما فما حتى عيب واحد يدخل مستشفى الامراض العقليه على مشكل نفسي راه حتى انا تعرف على السر شو سبيطار المهبله مستشفى الامراض العصبيه معناتها سبوري انا قعدت في واحد يداوى ويخرج انا في قاعه مهبله اللي وصلت الطبيبه تطلب باب الخمسه تاع الصباح تقول له يا جيت راح بنتك يا نشكي بيه شنيه انا قاعده في الشباك خايفه مسكر على روحي الشباك المهبله فميك وصلت واحده مريضه كيفي كيفي انا جابوها مظلومه وصلت هيك حط عليها بخده لان انا نسيح والعيط للطبيبه والطب يهزوا فيها بحذاهم للبيرو وخاصه الطبيبه طبقات البيت عندي لهنا عبير انت مهما اغزل مهما شربت ومهما عملت انا واللي نمشي والعباد قداش تحبني راني بالرسمي راني ما عادش تدوير المخ راني نمشي بنيتي برشا انا كيف بالي بيك خناقت قداش مره عبير خناقت وخبشني ما تسيتكش على خاطر عارف كمريضه ما صارليش قداش مره عبير قداش مره انا كتراها من عندكم نمسكش ما نحبش نمسك عليه خاطر عرفت اختي مريضة هابي وسايستك ومشيت معاك بني ومشيت معاك بلسان حلو علاش سايس فيك تو علاش بيني مش متغش عليك في لحظة ليه مش في لحظة علاش انك سايس فيك عليه شي يضحك هتو هابي عندك الحق يضحك تعبت انت تعبت يا عندك دواء كمان اشنا تعب حياتي كاملة ما لقاش دواء هابي هي انت دواء يا ما لغلت تبالي عندي اخت باش ننور وجهك عندي بلا وكان يتعال ربي هو اللي يخلي حقي من اي واحد هذا بي انا تو كان يخلي ربي حق مش مشكله عاد كان عملت لك حاجه خايبه ربي ياخذ لك حق تو انت اي شنو نعملوا تو لا يا ديب الدموع هذا ريتو عبير الدموع هذا ريتو دموع امي راه ماكش حاسب امك انت الراجل بلحتي ونبكي علاش نبكي من الغل من الهم نبكي عبيت تضحك علي الراجل ويبكي لا نبكي من الهم نبكي يعني غش بكي و وقعت كي كلها ديما انا يضحك ويلعب اكو قبل العبيد اكو باش يحب يعيش في لندن الراجل بتاع شباب دخلت جو وشربت عملت اللي في مخ وما دخلتش الحبس طارت فوق الراجل سي رقبه درت شباه عمري ما تعديتها بنت حل بالحق عمري ما تعديت الأولية عمري ما عملت حاجة بالحق على خاطر على خاطر شنو تعيز مشاكل في الدار زيد انت عبومي أكثر من هكا ما قالش ربي عبير تنجميتي ترجع أمك أنا على الأقل ما عملت حتى شيء يعني خسرت حياتي طز كان حاجم كاتبها لي يا ربي كاتبها لي نخدم على روحي مش مشكلة نعاود نخدم ونكون أما شريك ركش تبقى في عيني يا عبير حتى كان جيبي صغير ها كي نجيب صغير فما كلمه باش نقولها اول حاجه قالوا لي رانا مستبني باع عبير كلو مش خوي مستبني نرضى روحي ما يسالش استغفر الله ربي ما انت انا اكثر حاجه بشوكتني بالحق هو من اللي بدا الحوار ما بينك وبين اخوك اللي انت عطيته بظهر وما وصلناش اصلا اقف لهنا وباش نحلوا السيطار ما وصلناش لهذا عطيته بظهر حتى الشجر ما تحبش تخزر حتى في الترز ما تحبش تخزر غريبه نيق مع سالي نيق نيق ما مش هي نيق بظهرك من قبيله عطيته بظهر ما تحبش تشوف من اللي بدينا البرنامج لتو والطفلة ومقبلة هكا وهو مقبل هكا اللي معك يحبوا يرزوك في خوك كما وقت تترزي في خوك لا تعرف قيمته يعني جبت الريت نخذ دي معك بما أنك لحظة يا مانع بما أنك ما تحبش تخزر لخوك نطلب المخرج مش ناحية تصويرته على الشاشة نجم الدور على الأقل نجم تقف أقف يا مانع مانع أقف خوي هاي عبيد هذا يا أخوك ولد أمك وبوك ما هو طالب منك حتى شيء ارتكب معك أخطاء في الماضي ضربك مرمدك عمل قال فهمت اللي التربية اللي كنت تربي فيها فيك أنت تربية بالغلط وندم قداش فرق بيناتكم في العمر قداش 10 سنين هو قداش عمره 25 عم تيبي لكم 6 سنين معنا. ف
في مرحلة أولى يا عبير ما هو طالب منك حد شيء، حاب يحكي معاك، قال لك هذيك أختي ويعمقك ويبوسك ويقرب لك. سؤالي ليك، يفتح هذا الستار نعم أم لا؟ لا. جواب نهائي؟ جواب نهائي. مرسي، شكرا لك. بطاقتك. مانع. نعم. شوف اخويا مانع، هنقول لك حاجه، اللي تعدى عليها ما هو سهل. نعم. وظاهر انها تمرمدت برشا وان مورس عليها عنف كبير 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 الى درجه ما تظهر انه لاقي راحتها وعايشه حياتها ان شاء الله بطول المده قلبها يحن. شوف مازالت صغيره، طفله عمرها 19 سنه، وبيني وبينك مالها الا ترجع لدار امها وابوها، وزايد معناتها ما راهي حتى واحد خشمه من وجهه. واضح؟ الله يسلمك ويسلمك. معناتها مش مرتك ولا صديقتك ولا خطيبتك ولا عشيرتك، ولا انت راك خوها من لحمك ومن دمك. الدور الدور وترجع. داكوردو؟ تحيه كبيره لصديقنا مالها. ميرسي. مع الأسف الليلة للأسف الشديد ما تمكنناش من أنه يفتح الستار بين عبير ومانع لأسباب تعود أساسا لسنوات التالي ماضي، خاطر ساعات واحد يرتكب فيه أخطاء ما يخلصش كاش، أما ما يخلصش في الوقت بالفعل، أما بتراكم الظلم والقهر والمرميد والسنين والزمن تنجم تولي يعني حالة متاع أنه الإنسان ينفر، يكره كل شيء وما عاد يحب حد شيء، وصعيب باش تصلح. أما كما قلت، المانع قبيليكا في الأخر تقعد أخته من لحمه ومن دمه، والوضايا على طوال على قصار تترجع. الطفلة مالها إلا ترجع لدار أبوها وأمها وأخوها، وما لها إلا أنها تتصلح. مشاهدة طيبة للزمن.